حظر منتجات روسيا النفطية يدخل حيز التنفيذ بأوروبا ومخاوف من حدوث عجز بالوقود. ميدفيديف يحذر من عواقب أي هجوم على القرم، وكندا ترسل دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا. بعد إسقاط المنطاد الصيني، بكين مستاءة ودول غربية تؤيد قرار واشنطن بإسقاطه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى هذه النشرة. حذرت وزارة الطاقة المجرية من حدوث عجز في الكميات المطلوبة من الوقود في أوروبا بعد بدء فرض سقف السعر الجديد على النفط والمنتجات النفطية الروسية. قالت الوزارة إن شراء الاتحاد الأوروبي للمنتجات النفطية من مصادر أخرى كالهند والشرق الأوسط والصين بسبب العقوبات على روسيا قد يسبب اضطرابا في أمن الطاقة لبعد تلك المصادر وغلاء أسعارها. أوضحت الوزارة أن بودابست عرضت منذ البداية توسيع نطاق العقوبات على روسيا بحيث تشمل قطاع الطاقة لاعتمادها على تلبية معظم احتياجاتها من الطاقة على النفط الروسي القادم. يدخل القرار الأوروبي حيز التنفيذ اليوم الأحد الذي وافق عليه الاتحاد الأوروبي ومجموعات السبع وأستراليا، حيث سيتم حظر استيراد النفط المنتجات النفطية الروسية. $100 لبرميل الديزل و45 للفيول وغيره من المنتجات النفطية منخفضة الجودة. هذه هي الأسقف التي قرر الاتحاد الأوروبي فرضها ابتداء من 5 فبراير 2023 على ما تصدره روسيا من مشتقات البترول. الأوروبيون سيسمحون للبلدان غير الأوروبية وشركات نقل النفط التي تتعامل مع روسيا إبرام عقود التأمين والتمويل مع مؤسسات غربية فقط إذا احترموا السقف المقرر أوروبياً. حسب مراقبين، فإن الرد الروسي على العقوبات الأوروبية سيكون بسيطاً لكن صارماً. موسكو ستوقف أو تحد من تصدير الديزل لأوروبا التي تغطي نصف حاجياتها من روسيا، وبالتالي ستتعطل مصانعها وستقف الشاحنات والحافلات لكيلومترات أمام محطات الوقود. البدائل المتاحة لأعضاء الكتلة الأوروبية كلها بعيدة وغالية ومعقدة لوجستياً إذا ما لجأت لاستيراد الديزل وغيره من مواد بترولية من بلدان كالهند والصين، وبالتالي ستكون الاقتصادات الأوروبية إذا ما طبق القرار أول متضرر من العقوبات. اقتصادات ما زالت تعاني من أزمة الغاز الروسي التي أدت إلى رفع تكلفة التدفئة وإنتاج الكهرباء في أوروبا بعد قطع روسيا لإمداداتها من الغاز المسال، فستكون أوروبا حسب متابعين كمن أطلق النار على رجله مرتين. أنس نماسي، العربية. أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أن القرم هي روسيا، والهجوم عليها يعني هجوماً على روسيا وتصعيداً للنزاع، مشدداً أيضاً عبر تغريدة على حسابه في تويتر أن القانون الدولي يحترم إرادة الشعب. في الأثناء، أعلنت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند عن إرسال أول دبابة ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، وذلك ضمن سلسلة الدعم بالدبابات وتضامن أوتاوا مع كييف في الحرب ضد روسيا. بحسب الوزيرة الكندية التي شددت على مواصلة تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالمعدات العسكرية اللازمة للانتصار في الحرب. الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي أقر بأن الوضع يتعقد على الخطوط الأمامية في مواجهة القوات الروسية. أما المستشار الألماني أولاف شولتز فأكد من جانبه أن هناك توافقاً مع زيلينسكي على عدم استخدام الأسلحة المزودة من الغرب لشن هجمات على الأراضي الروسية. منظمة الصحة العالمية، تقرير يوثق خسائر أوكرانيا البشرية. الوضع الأوكراني واحد من 8 حالات طوارئ صحية حادة عالمياً. أكثر من 14,000 قتيل ومصاب من المدنيين و17 مليوناً بحاجة لمساعدات إنسانية.
7.5 مليون لاجئ أوكراني مشرد في أنحاء أوروبا. 448 هجوماً بالأسلحة الثقيلة على منشآت الرعاية الصحية بأوكرانيا. تقرير منظمة الصحة أشعل مواجهة جديدة بين واشنطن وموسكو. موسكو شككت بدوافع التقرير السياسية ووصفته بالمعتمد على رواية الجانب الواحد، فيما دعت واشنطن إلى سرعة تحديثه لتوثيق الحوادث في أوكرانيا منذ سبتمبر. أعلن زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين وعضو البرلمان الأوروبي السابق فلوريان فيليبو أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيضعف أوروبا وسيخدم فقط مصالح الولايات المتحدة. فيليبو حذر من قبول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي لأنه سيزيد من حدة الصراع الأوكراني. هذا وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن كييف في المرحلة الأولية من تلبية جميع شروط الانضمام تقريباً، وستقدم المفوضية مرة أخرى تقييماتها حول استعداد أوكرانيا لبدء المفاوضات في خريف العام الجاري. أفادت وسائل إعلامية سودانية بأن 6 مبعوثين دوليين سيزورون العاصمة الخرطوم يوم الأربعاء القادم لدعم العملية السياسية وبحث استئناف المساعدات للبلاد. وذكرت صحيفة سودان تريبيون أن وصول المبعوثين الدوليين يتزامن مع زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي سيصل الخرطوم أيضا في نفس الوقت لإجراء محادثات مع مسؤولين في مجلس السيادة والخارجية. قال والي جنوب كردفان موسى جبر إن الأوضاع الأمنية تحسنت بعد إعلان حالة الطوارئ في الولاية منذ 10 أيام، وشدد على أن حكومته لن تسمح بالتفلتات والسرقات وقطع الطرق التي أكد انتشارها في الفترة السابقة. أصبحت التقارير اللي بتجينا من المحليات تؤكد أنه في تحسن كبير جدا عكس ما كان قبل إعلان حالة الطوارئ. نشرتنا مستمرة وفيها رئيسة وزراء فرنسا تقترح تخفيف إصلاح نظام المعاشات التقاعدية. أهلا بكم. أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو دعم بلاده للقرار الأمريكي بإسقاط منطاد المراقبة الصيني والذي يمر بالمجال الجوي الأمريكي والكندي. ترودو أكد أيضا مواصلة التعاون المشترك بين الدفاع الجوي الأمريكي الشمالي والكندي لحماية أجواء البلدين. قبل ذلك أعربت بكين عن استيائها الشديد من قرار البنتاغون باستخدام القوة في مهاجمة منطادها، متهمة الإدارة الأمريكية بالمبالغة في رد الفعل وانتهاك الممارسات الدولية بشكل خطير. وقالت الخارجية الصينية في بيان إن بكين ستحتفظ بالحق في اتخاذ المزيد من الردود الضرورية. واتهم مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون اتهم الصين بأنها تمتلك أسطولاً من مناطيد المراقبة للتجسس في سماء 5 قارات. وقال المسؤول الأمريكي لوكالة رويترز إن المنطاد الصيني الذي أسقطه الجيش الأمريكي هو واحد من ذلك الأسطول، وأضاف أن المنطاد لم يكن مرتبطاً بالأرصاد الجوية بل أرادت الصين استخدامه للتجسس على مواقع عسكرية حساسة. ونقل مسؤولون أمريكيون عن الجيش أنه سيحاول سريعاً انتشال المكونات الرئيسية لمنطاد المراقبة الصيني من بين الحطام قبالة سواحل ساوث كارولينا بعد أن أسقطته طائرة مقاتلة من طراز F-22. هكذا انتهت قصة المنطاد الصيني في الأجواء الأمريكية. صاروخ واحد أطلقته طائرة F-22 أسقط المنطاد في المياه الإقليمية الأمريكية قبالة سواحل كارولينا الجنوبية، وذلك بتوجيه من الرئيس جو بايدن كما أكد بيان للبنتاغون. يوم الأربعاء عندما أخبرت بموضوع المنطاد أمرت بإسقاطه بأسرع وقت ممكن، وقررنا أن يتم ذلك من دون إلحاق الأذى بأي شخص على الأرض، وقررنا أن أفضل وقت لذلك هو عندما يصبح فوق المياه على بعد 12 ميلاً. انتهاء أزمة المنطاد في الأجواء الأمريكية لم تضع حداً لانتقاد الجمهوريين لإدارة بايدن على تأخرها بإسقاطه،
حيث اتهمها رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب مايك روجرز بأنها كانت تأمل في إخفاء فشل الأمن القومي عن الكونغرس والشعب الأمريكي. الجمهوريون الآن يتحكمون في الكونغرس وأشخاص يحشدون للانتخابات الرئاسية المقبلة، لذا أعتقد أن أي شيء يفعله بايدن أو يفعله الجمهوريون فسيهاجم الطرفان بعضهما. حطام المنطاد المتواجد على عمق 47 مترا سيرسل بعد انتشاله إلى مختبر كوانتيكو التابع للأف بي آي في ولاية فيرجينيا ليتم فحصه ومعرفة ما قيمة المعلومات التي صورها الصينيون. المسؤولون في البنتاغون شددوا على أن المنطاد لم يشكل تهديدا استخباراتيا كبيرا للولايات المتحدة لاعتقادهم بأن التكنولوجيا الموجودة فيه أقل تطورا مما تمتلكه الصين أصلا. حسين الطود، العربية، واشنطن. كيف يعمل منطاد التجسس؟ لمحة أدق تظهر كيفية استخدام هذه المعدة القديمة في عالم التجسس الحديث. عندما اكتشفت الولايات المتحدة الهيكل الطائر فوق أراضيها امتنعت عن إسقاطه، معللة ذلك بأنه لا يشكل أي تهديد على سلامة الناس على الأرض، كونه يحلق على ارتفاعات تتجاوز حركة مرور الطيران التجاري والعسكري بكثير. المناطيد عادة تعمل على ارتفاع من 24 كيلومتراً إلى 37 كيلومتراً، وفي منطقة تعرف بجارة الفضاء، حيث لا تطير الطائرات التجارية أبداً على ارتفاع يزيد عن 12 كيلومتراً و500 متر. أما بالنسبة للطائرات المقاتلة فهي تحلق بعلو متوسط بين الارتفاعين، حده الأقصى 20 كيلومتراً، بينما ترتفع الأقمار الاصطناعية عادة إلى 241 كيلومتراً. ولدى التحليق في الجو تستخدم هذه المناطيد مزيجاً من التيارات الهوائية وجيوب الهواء المضغوط التي يمكن أن تكون شكلاً من أشكال التوجيه، ويتم ملء هيكل المنطاد الرئيسي بغاز الهيليوم أو الهيدروجين، وهما أخف من الهواء واللذين يعدان وقوداً لمحركي المنطاد، ويعاد شحنهما بواسطة ألواح الخلايا الشمسية. مناطيد التجسس تحتوي أيضاً على أنظمة الرادار المحمولة جواً ذات القدرة على تزويد الطاقم الأرضي بمعلومات استخبارية عن مساحات شاسعة. علاوة على ذلك يحمل منطاد التجسس كاميرات للرؤية الليلية والنهارية. وفيما يتعلق بالبالون الصيني الذي شغل العالم مؤخراً فحجمه يعادل 3 حافلات، في حين أن بالونات الطقس عادة ما يتوسع عرضها إلى نحو 6 أمتار. إذن ماذا يحدث عندما ينهي المنطاد رحلته؟ إذا لم يتم إسقاطه فسيسقط تلقائيا في مكان ما. أعلن وزير الدفاع التركي خلوص أكار أن الوفود العسكرية لتركيا وسوريا وروسيا ستعقد اجتماعاً الشهر الحالي لتطوير الحوار الثلاثي والذي انطلق نهاية العام الماضي. وبحسب أكار لوسائل إعلام تركية ستجتمع الوفود الفنية من وزارات الدفاع والاستخبارات مع تأكيده لاستمرارية الحوار من دون ذكر أي تفاصيل. هذا وقد عقدت في نهاية ديسمبر الماضي في موسكو بعد اقتراح من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مشاورات بين وزراء دفاع روسيا سوريا وتركيا في إطار عملية تطبيع العلاقات بين أنقرة وبين دمشق. أعلنت قوات الأمن التركية أنها اعتقلت 15 شخصا من أنصار داعش في إسطنبول وأحالتهم إلى السلطات القضائية. وجاء في بيان الشرطة أن الموقوفين كانوا يعتزمون تنفيذ هجمات ضد القنصليات الغربية وتحديدا السويدية والهولندية وأماكن العبادة الدينية للمواطنين المسيحيين واليهود في تركيا، وذلك على خلفية حادثة حرق القرآن التي وقعت في ستوكهولم.
اندلعت أعمال العنف في بيرو عندما واجه المتظاهرون شرطة مكافحة الشغب وسط أسوأ موجة من الاحتجاجات منذ حوالي عقدين. موجة أو مجموعة من المتظاهرين اقتحموا أحد الشوارع وأطلق ضباط شرطة مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. هذا ويطالب المتظاهرون باستقالة الرئيسة دينا بولوارتي وإجراء انتخابات جديدة مبكرة وإغلاق الكونغرس. وكانت قد بدأت الاحتجاجات في ديسمبر الماضي عام 2022 والتي قتل فيها أكثر من 50 شخصا في مواجهات مع الشرطة. اقترحت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بون تخفيف إصلاح نظام المعاشات التقاعدية للسماح للأشخاص الذين بدأوا العمل في سن مبكرة بالتقاعد مبكرا أيضا، وذلك بهدف كسب دعم المحافظين لإصلاح البرلمان الفرنسي. جاء ذلك بالتزامن مع سعي حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد إلى 64 لمنع النظام من السقوط في ديون. وسائل أعلام باكستانية محلية أفادت بأن الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف توفي في مستشفى بدبي بعد معاناة طويلة مع مرض نادر. يذكر أن مشرف كان الرئيس العاشر لباكستان وشغل منصب الرئيس العاشر لهيئة الإركان المشتركة لباكستان من عام 1998 إلى 2001 والجنرال السابع من عام 1998 إلى 2007. أعلنت السلطات في تشيلي عن مقتل 23 شخصا على الأقل في أكثر من 250 حريق غابة وسط المدينة مع ارتفاع في درجة الحرارة. ومن جانبه أوضح جهاز الوقاية والاستجابة للكوارث أوضح اندلاع 250 حريقا خرج منها 80 حريقا عن السيطرة. بعد إعلان وزير الرياضة البولندي عن قيادة تحالف من 40 دولة لمقاطعة دورة الألعاب الأولمبية في باريس عام 2024، تواجه كل من روسيا وبيلاروسيا تحديا جديدا حول تمثيلهما من عدمه في باريس. شعلة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024 تطالها رياح تهديدات المقاطعة، بينما تسير فرنسا على قدم وساق في تجهيزات الاستعدادات للدورة المرتقبة، تحاول بولندا قيادة حملة مقاطعة لها من خلال تحالف مكون من 40 دولة. هدفنا هو أن الروس والبيلاروس لن يكونوا حاضرين في الألعاب الأولمبية من خلال تحالف واسع برئاسة بريطانيا وأمريكا. لن يكون للألعاب الأولمبية أي معنى على الإطلاق. تصريحات وزير الرياضة البولندي تأتي عقب اعتراض كل من لاتفيا وليتوانيا وإستونيا على خطة اللجنة الأولمبية بالسماح للرياضيين من روسيا وبيلاروسيا بالمشاركة في الألعاب المقررة لعام 2024. محاولات إعادة الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا للمشاركة في المنافسات الرياضية الدولية، وإن كان ذلك تحت راية حيادية، يضفي الشرعية على القرارات السياسية والدعاية التي تنشرها الدولتان. تحت وطأة السياسة تواجه دورة الألعاب الأولمبية في باريس مصيراً غير واضح. أما اللجنة الأولمبية فتصمم على إبعاد السياسة عن الملاعب الرياضية. المقاطعة تعد انتهاكاً للميثاق الأولمبي الذي يلزم جميع اللجان بالمشاركة في الأولمبياد وإرسال رياضيها، ويشهد التاريخ أن قرارات المقاطعة السابقة لم تحقق أهدافها السياسية، وكل ما فعلته هو معاقبة الرياضيين. دعوات لإبعاد السياسة عن الرياضة يواجهها تصميم أوكراني على تنفيذ تهديدها بالمقاطعة بسبب استهداف نحو 344 ملعباً رياضياً في أوكرانيا، إلى جانب وفاة 220 رياضياً ومدرباً وعاملاً وفق تصريحات وزير الرياضة الأوكراني. أما أمريكا فتواصل دعم موقف أوكرانيا المصحوب بحملات مقاطعة أوروبية واسعة لتبقى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس على محك تصعيد متزايد ومواجهة في ملاعب السياسة وضغوطها. علي السمان، العربية. في نهاية النشرة نذكر بالعناوين. حظر منتجات روسيا النفطية يدخل حيز التنفيذ في أوروبا ومخاوف من حدوث عجز بالوقود.
ميدفيديف يحذر من عواقب أي هجوم على القرم، وكندا ترسل دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا. بعد إسقاط المنطاد الصيني، بكين مستاءة ودول غربية تؤيد قرار واشنطن بإسقاطه. دمتم في أمان الله.